اتفضل يا باشا. ريدي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك النهارده هو مونيتورنج الجلوكوما بروجريشن. سبيسيفيكلي هتكلم على الاسسمنت بتاع الاوبتيك نيرفات. هو طبعا باي ديفينيشن جلوكوما از ا بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي ذات ايفينشولي ليدز تو بلايندنس. So if it's not progressing, then it's not glaucoma. So we have to emphasize the الكلمة progressive, لأن هي keyword في الموضوع كله. إحنا لما بنعمل assessment of progression بتاع الجلوكوما في الـ clinical practice, في أربع حاجات بنركز عليهم. رقم واحد الـ intraocular pressure, رقم اثنين الـ optic nerve head assessment, والـ retinal nerve fiber layer assessment, وطبعا الـ visual fields. النهاردة هنتكلم specifically على الـ optic nerve assessment والـ retinal nerve fiber layer assessment. الليميتيشنز بتاعت الانتراوكيولار بريشر طبعا ان كذا حاجه معروفه, ان الكورنيال ثيكنس بيأفكت الاكيوراسي. لو عندنا ثين كورنيا ده هيدي اندر استيميشن للانتراوكيولار بريشر, ولو عندنا ثيك كورنيا ده هيدي اوفر استيميشن للانتراوكيولار بريشر. رقم اثنين الفلكتويشنز اللي بتحصل في الانتراوكيولار بريشر الديورنال فاريشن, ورقم ثلاثه ان الدامج جلوكومتس دامج ثريشولد فاريز بالنسبه للديفرنت انديفيدوالز. ومن هنا ظهرت التيرمز بتاعت الاوكيولار هايبرتنشن والنورمال تنشن جلوكوما. الليميتيشنز بتاعت الفيجوال فيلز رقم واحد ان هو على الانتراوكيولار بريشر. اتفضل. انا بس مش بشتغل في الجلوكوما كتير, ولكن ايه الكرايتيريا او ايه الحدود بتاعت الانتراوكيولار بريشر ميجرمنت اللي انت بتقصدها؟ بمعنى ان معظم لما انت بتقول انتراوكيولار بريشر بيجي في بالي سنجل ميجر, وانا شايف او يعني كوني برضو مش دكتور الجلوكوما, ولكن السنجل ميجر دي لا تعني كثير في الجلوكوما, ولا انت ايه رايك؟ يعني لما انت تحب تاخد فكره عن الانترا اوكيولار بريشر, هل بتاوردر 5-6 قياسات في اليوم عشان تقول ده الانترا اوكيولار بريشر بتاعه عالي او واطي, ولا مجرد ما جه في العياده كشف عندك في خدت له مقاس واحد هتعتمد دي؟ لا طبعا, احنا في الجلوكوما براكتس عندنا يعني توضح لي هي طبعا لما تتكلم عن الانتراوكيولار بريشر ايه, ازاي تقيس الانتراوكيولار بريشر, مش ازاي تفتكر, لكن ايه الحدود بتاعته ازاي؟ هو طبعا الانتراوكيولار بريشر ده محاضره لوحدها. ميجرنج الانتراوكيولار بريشر ده في حد ذاته وهاو تو انتربريت الميجرمنت بتاعت الانتراوكيولار بريشر دي قصه كبيره عايزه يوم لوحدها. لكن يعني هي الفكره في الهايبرتنشن كاسقاط, يعني ما يجيش عيان اعمل له قياس الضغط اقول له لا انت عيان ضغط او انت ما عندكش ضغط عشان انا قست له قياسه واحده, لكن لا بنركب له قياس 24 ساعه ويشوف الكيرف ويشوف الوقت بتاعه ايه. هو زمان انا عايز حاجه توضح لي يعني انا بصراحه بطلت اقيس انتراوكيولار بريشر. يعني انا زيك لاني شايف ان هي لما يجي لي قياسه واحده في انا زيك يعني احنا كلنا ابتدينا زمان كانت الانتراوكيولار بريشر معتبرينها الكي وورد بتاعت الجلوكوما, بمعنى ان لو الانتراوكيولار بريشر عالي then this is glaucoma, لو الانتراوكيولار بريشر مش عالي this is not glaucoma. بعد شويه ابتدى التفكير يروح لان الانتراوكيولار بريشر is a risk factor, زيه زي الاوبتيك نيرف هيد دامج, زيه زي الفيل ديفكتس, زيه زي ان يبقى في ديفكت في الاو سي تي, فالاعتماد عليه بقى اقل شويه. والموضوع ده ابتدى يزيد كمان لما ابتدينا نلاقي ان في ناس بيحصل لهم بروجريشن للجلوكوما ديسبايت ان الانتراوكيولار بريشر بتاعهم كنترولد طول الوقت, وفي ناس ما بيحصل لهمش بروجريشن للجلوكوما ديسبايت ان الانتراوكيولار بريشر بتاعهم عالي. فابتدينا نفكر ان الانتراوكيولار بريشر اتس جاست ا ريسك فاكتور زيه زي بقيه الريسك فاكتورز. بتختلف من كام يعني, قصدي برسنتج شفت ايه, هو ده اللي بيفرق معايا ان يعني انا هو الدكتور سامح يقصده ان احنا ابتدينا نوت دايجنوز بالظبط, بتبتدي ابتدى الكلام ان الانتراوكيولار بريشر اتس جاست ريسك فاكتور زيه زي بقيه الريسك فاكتورز. طبعا اتس وان اوف ذا ميجر ريسك فاكتورز, ومن الحاجات اللي بنعتمد عليها جدا في الاسسمنت بتاعنا مينلي, لان دي اسهل حاجه ممكن تتعمل في الكلينيك, وهي دي الحاجه من الحاجات يعني التولز السهله اللي في ايدينا. لكن طبعا الاعتماد عليه في تشخيص الجلوكوما ابتدى يقل شويه, وعشان كده التيرم بتاع الاوكلر هايبرتنشن والنورمال تنشن جلوكوما في كلام كتير قوي اليومين دول ان هو ما بقاش اكيوريت قوي, لان ابتدى الكلام يروح لان التارجت انت اوكلر بريشر بتاع ايتش بيشنت او ايتش انديفيديوال هاز تو بي تيلورد او انديفيديوالايزد تو ايتش بيرسون او تو ايتش بيشنت. مفيش حاجه اسمها ان ده البريشر بتاعه لو عدى ليميت معين يبقى اب نورمال, ولو نزل تحت ليميت معين يبقى نورمال. كل اوبتيك نيرف بيتوليريت ا سيرتن بريشر, وذيس هاز تو بي تيلورد وانديفيديوالايزد اكوردنج تو ايتش بيشنت واكوردنج تو ايتش بيرسون. طبعا انا مش يعني ده اكيد. سريعا كده برضه الليميتيشنز بتاعت الفيجوال فيلز, رقم واحد ان هو سبجكتيف محتاج كوبريشن من البيشنت, رقم اثنين عنده هاي فاريابيلتي, ورقم ثلاثه ودي اهم حاجه طبعا شويه بول سنسيتيفيتي.
يعني studies قالت ان في 50% من الاوبتيك نيرف فايبرز could be lost prior to visual field defects. We by the time there is a 5 decibel loss, there is a corresponding 25% loss of retinal ganglion cells. Early glaucoma can be very easily missed if a clinician relies mainly on visual field and intraocular pressure, mainly لأن glaucoma is an optic neuropathy. That's why assessment of the optic nerve head and the retinal nerve fiber layer are needed for early glaucoma diagnosis, and of course, موضوعنا النهارده for close monitoring of glaucoma progression. Structural damage precedes our ability to determine functional damage. A nerve fiber layer damage can occur up to 6 years before we can detect it with visual field testing. The data shows that if you look histologically, 25% to 35% of the optic nerve fibers could be lost in an eye that still has a normal, regular, Humphrey white-on-white parametric study. Diagram بسيط كده بيبين ان احنا رقم واحد بيبتدي يحصل عندنا الاول defect في retinal nerve fiber layer followed by signs تبتدي تبان على ال optic disc او ال optic nerve head. و finally لما يبتدي يحصل functional loss يبتدي يبقى فيه visual field loss أو visual field changes. I'm going to skip الجزء بتاع الاناتومي. هندخل على طول على الاسسمنت of the optic nerve head in glaucoma. For me I have 5 rules أو يعني دي اللي أغلبية الناس اتفقوا عليها when we try to assess the optic nerve head. أنا طبعا هنا مينلي هتكلم على ال clinical assessment of the optic nerve head في الكلينيك. مش هتكلم على الجزء بتاع الـ OCT أو الـ Imaging أو الـ Studies اللي هي طبعا سهلت حياتنا كتير, بس هو الموضوع هنا مين اللي احنا بنتكلم على الـ Clinical Assessment اللي بتعمل في الـ Clinic على الـ State Lamp. الـ 5 Golden Rules بالنسبة لي هما رقم واحد, we have to look first at the rim and not at the cup. الحاجة الثانية, we have to look at the peripapillary region. الحاجة الثالثة, we have to look at the retinal nerve fiber layer. أربعة, we have to look at the lamina cribosa. And finally, you have to look for an optic disc hemorrhage, which is a very important sign for progression. أول حاجة, we have to look first at the rim, and to look at the rim, you have to identify the rim. And to identify the rim, you have to find the scleral ring and the cup border. هنا مثلا, دي scleral ring. We, to identify the scleral ring, it's better to look at the temporal side of the disc, where it is very easy to identify it. يعني أنا usually لما ببتدي أدور على السكيلر رينج ببتدي أدور عليها الأول في temporal side. هنا برضو السكيلر رينج باينة. ده الـ cup border. When you identify the scleral ring and the cup border, بيبتدي يظهر عندنا حاجة اسمها rim أو rim width, which is the distance between the scleral ring and the cup border, which is the location where the vessel starts to bend and الـ edge بتاع الـ rim. هنا الرين باين اهو. الكيورد ان احنا الاول نidentify the scleral ring, then we identify the cup border, حتى اللي بتدي يحصل عندها kinking او bending لل blood vessels, عشان نقدر نكومنت كويس على الرين width او ال CD ratio والكلام ده كله. طبعا ال ISNT rule دي كلام معروف, one of the most important rules for normality. هي الـ ISNT rule, eyes inferior و superior و nasal و temporal. It says that in normal optic disc in general, in inferior بيبقى أكبر من الـ superior, أكبر من الـ nasal, أكبر من الـ temporal. When we see something different أو نبتدي نلاحظ إن ابتدى يحصل تغيير في الكلام ده, I should always suspect إن ابتدى يحصل progression للجلوكوما أو طبعا early diagnosis of glaucoma. وفي الـ early glaucoma usually الـ loss بتاع الـ rim بيبتدي at the inferior temple وبعد كده the superior temple region. هي دي اكتر حتة بنحاول نبص عليها الاول. الـ color of the rim مهم جدا. الـ color of the rim ده حاجة ضرورية ان احنا نحاول نكومنت عليها. ماشي الحتة هي بتاعت الدوس بيحصل فين الاول عادة؟ انت بيحصل لك الاول الريم بيبتدي يصغر او يبتدي يحصل فيه لوس للتيشو الاول في الانفيريور تمبل والسوبيريور تمبل, وبعد كده يبتدي يكمل في الارياز الثانيه. فهي دي الحتت اللي انت الاول بتبتدي تبص عليها تو تراي تو ديتكت لو في دامج ابتدى يحصل او لو الدامج بيبروجرس.
الكالر اوف ذا ريم ده مهم جدا تو ديفرنشيت ما بين الكيسز الديبيتابل اللي بنبقى شاكين اذا كانت دي الدامج اللي حصل في الاوتو ديسك ده نتيجه جلوكوما ولا نتيجه حاجه نيورولوجيكال. كل ده احنا بنتكلم برضو في الكلينيكال براكتس مش بنتكلم على الانفستيجيشنز او الايمجينج. ان جلوكوماتوس ديسك الديجري اوف بالور يوزوالي داز نوت اكستند اونتو ذا ريم. لكن لما نشوف اي فيها ديفيوز بالور ذيس از تيبيكالي نوت جلوكوماتوس اي despite the presence of cupping. In this case we should always suspect non-glaucomatous optic neuropathy. يعني هي الفكرة ان لو ال degree of pallor exceeds the degree of cupping ده يخلينا نفكر اكتر ان هي حاجة neurological حتى لو كان في cupping. For example مثلا هنا الكاب اهو وده ال rim وال degree of cupping does not exceed a degree of pallor. The degree of pallor هنا بتاعت الديسك ده اكتر من the degree of cupping. فهنا نبتدي نفكر ان ده مش جلوكوما قد ما هو حاجة ممكن تكون optic neuropathy. نفس الكلام هنا ده الكاب في diffuse pallor في الديسك كله وال degree of pallor exceeds the degree of cupping. So this is most probably non-glaucomatous neuropathy. هنا مثلا for example احنا شايفين في pallor شوية pallor و في thinning في الريم في cupping والcupping degree of cupping exceeds the degree of pallor. فايفن حتى هنا لو في شوية pallor بس the degree of cupping exceeds the degree of pallor ده يخلينا نبتدي نفكر اكتر ان ده glaucomatous damage. نفس الحكاية هنا بس يمكن الصورة دي مش واضحة شوية ده الكاب والcupping هنا exceeds the degree of pallor. الحاجة التانية اللي نبتدي نبص عليها هي peripapillary region او peripapillary area. احنا عندنا two types of peripapillary atrophy, the alpha zone and beta zone. The alpha zone is not very specific to glaucoma. It's present sometimes in normal eyes as well as glaucomatous eyes. لكن the beta zone, this is more important. It's more specific glaucomatous damage. This is the area immediately adjacent to the scleral ring. It's very specific sign for glaucoma and it corresponds to atrophy of the retinal pigment epithelium and choriocapillaries. دي الالفا زون والبيتا زون هي الاريا اللي بتكون ما بين الالفا زون وما بين السكيرلينج او الاوبتيك. انيشيالي ذا الفا زون بتكون ادجيسنت للاوبتيك ديسك بعد شويه بتبتدي يحصل لها بروجريشن وتبتدي تو موف فرذر تو ذا بريفري اند ذن ذير از ذا بيتا زون ويتش از ادجيسنت تو ذا اوبتيك ديسك اند ذا ويث اوف ذا بيتا زون انفرسلي كوريليتس تو ذا ريم ويث. هم يوجوالي لما بيبتدي يحصل glaucomatous damage أو progressive damage في الأوبتيك ديسك بيبتدي يحصل حاجتين مع بعض إن البيتا زون تبتدي تكبر وإن الريم ويث يبتدي يقل في الأريا اللي adjacent ليها. So when the beta zone is very wide typically there is loss of rim tissue and the middle retinal rim is very narrow. So progression of the beta zone is definitely associated with progressive glaucoma. دي الألفا زون والاريا just adjacent للريم هي دي البيتا زون. الالفا زون دي بتبقى عباره عن areas of patchy hyperpigmentation and areas of patchy hypopigmentation which are intermingled with each other. It looks like the retina just has patches of dirt and the retina itself is intact. We a Bruch's membrane is intact. Beta zone has loss of retina pigment epithelium and may have loss of Bruch's membrane and you can visualize the sclera. You can also have loss of choriocapillaris when looking directly at the sclera and you can often see some large choroidal vessels because there is no retinal pigment epithelium to block them. الحاجة التالتة اللي بتدي نبص عليها هي retinal nerve fiber layer وده موضوع غير شوية تريكي شوية. Clinical examination of the retinal nerve fiber layer مهم جدا اولا لان هو بيبروفايد correlation ما بين الاوبتيك نيرف هيد دامج اللي موجود والفيجوال لوس اللي ابتدى يحصل الفيجوال فيد لوس. رقم 2 بي هيلب ان ذا ايرلي دايجنوستس اوف جلوكوما ورقم 3 ديفينيتلي طبعا بي هيلب ان مونيتورنج البروجريشن بتاع الجلوكوما. اناتومي بقى هنسكيب الاناتومي مش موضوعنا دلوقتي نبتدي نتكلم عن كلينيكال اكزامينشن. اكيد الحاجات دي كلها بيزك معروفه. اول حاجه طبعا بنستخدم الريد فري فلتر او الريد فري لايت بنستخدم فيري وايد اند شورت سليت بيم وبنحاول نستخدم لايت بيم على قد ما نقدر وبنمشي سيستماتيك بالطريقه اللي هنقولها دلوقتي. ايه الفكره ان احنا بنستخدم الريد فري ان الجرين ويف لينث ار مور هايلي ابزوربد باي ذا ار تي اي
and the choroid, and that's why the reflected lights allow more contrast and easier viewing of the nerve fiber layer. Clinically, assessing retinal nerve fiber layer for clinic has the advantage of being quick, inexpensive. Lacking on the other hand, it requires some experience and some patience with learning curve بتاعه طويل شوية. احنا بندور على ايه لما بنيجي نأسس الريتنال نيرف فايبر لير؟ بندور على ستريشنز. بندور على الميديم، بنبص على الميديم سايز بلاد فيسلز، وبنبص على اني ابرابت تشينجز تو دارك ريجنز. الصور دلوقتي هتبين الموضوع ده. في تو تايبس اوف ريتنال نيرف فايبر لير لوس، الفوكال والديفيوز. طبعا الفوكال اسهل بكتير تو بي اسست ذان الديفيوز هنقول دلوقتي. اول حاجه وي لوك ات ذا ريتنال نيرف فايبر لير يوزنج 78 دايوبتر لينس. ممكن 90 دايوبتر لينس، بس 78 دايوبتر لينس تعمل ماجنيفيكيشن احسن وبتورينا احسن. First we examine the disc and then we turn on the green light and we look at the striations. Typically you're looking for the bright pattern in the superior temporal quadrant, dark then bright then dark وهكذا. دي الستريشنز الطبيعية بتاعة ال retinal fiber layer، بتبان طبعا كويس قوي في ال red free light. احنا بندور على الالترنيشن ما بين light dark light striations. دي corresponds to the fact that the retinal nerve fiber layer is thickest in the superior temporal and the inferior temporal regions. دي اول حتة احنا بندور بنبص عليها. And as the nerve fiber layer is lost diffusely in advanced glaucoma بيبتدي يحصل diffuse loss للstriations دي، ما يبقاش فيه pattern بتاع bright dark light striations اللي احنا بندور عليها علشان نشوف الهيلثي retinal nerve fiber layer. الحاجة الثانية ان احنا نبتدي نشوف poor reflection والمارجنز بتاعت الميديم سايز بلاد فيسلز بتبتدي تبقى very sharp وvery وvisualized اكتر، لان مفيش nerve fiber layer on top of them عامل لهم شوية blurring يعني. You may have a localized loss that we call Hoyt sign in honor of the first author اللي described the sign D. This is a very important sign. Although it also happens in neurological disease, لكن it's much more common in glaucoma. We بتهمنا قوي في monitoring the progression بتاع glaucoma. ال localized retinal nerve fiber layer طبعا are more easily seen better than ال diffused أو generalized effect, and they often correspond to changes in the disc margin. يعني usually لما بنلاقي defect في retinal nerve fiber layer بنلاقي thinning في الريم، او بنلاقي notching، او بنلاقي في other signs of progression موجوده في الاريا اللي في الديسك adjacently lost retinal nerve fiber layer. هنا باين طبعا الستريشنز اللي بنتكلم عليها بتاعت retinal nerve fiber layer باينه، وباين ان في بعديها حته dark zone caused by loss في retinal nerve fiber layer اللي موجود هنا، ترجع تبقى followed by area bright تاني. هي دي اللوكالايزد لوس في الريتنال نيرف فايبر لير. اللوس اوف نفس الكلام اللي كنا بنقوله، ان احنا لما بنلاقي اريا فيها لوس اوف ريتنال نيرف فايبر لير يوجوالي بنلاقي حاجه كورسبوندنج ليها ساين اوذر ساينز اوف دامج موجوده في الاوبتيك ديسك جنبها. وذر ان ابتدى يحصل ثيننج في الريم في الحته دي، او ان ابتدى يحصل نوتشنج، او ان ابتدى يبقى في اوبتيك ديسك هيمرج، او اي ساينز اوف بروجريشن يعني. هنا مثلا باين ان في حته فيها لوس للريتنال نيرف فايبر لير، الحته اللي هي ديسكرايبد بالارز، هنا في ستريشنز وهنا في ستريشنز، اما الحته دي دارك زون ريبريزنتنج لوكالايزد لوس اوف ريتنال نيرف فايبر لير، ومعاها ثيننج في الريم وبيري بابيلاري اتروفي واضح خالص. نفس الكلام لما نيجي نبص على اوبتيك ديسك زي ده ممكن نحس ان هو نورمال ما فيهوش مشكله، لكن لو ابتدينا بقى نركز على retinal nerve fiber layer هنلاقي ان في اريا هنا دارك سراوند دي تو اريز فيهم الستريشنز لايت اكتر وباينه اكتر. This is typically the sign of localized loss of retinal nerve fiber layer. هنا في عندنا four localized areas of nerve fiber layer defects محتاجين ان احنا ندور عليهم، موجودين اهم. لو لاحظنا الباترن بتاع الستريشنز هنلاقي ان بيبقى فيه برايت ستريشنز تبتدي بعد كده تبقى فولود باي دارك زون، وبعد كده برايت ستريشنز، وبعد كده دارك زون. هو ده تيبيكال المنظر بتاع اللوكالايزد لوس في الريتنال نيرف فايبر لير.
الديفيوز ريتينال نت فايبر لير لوس ده سلايتلي مور ديفيكولت تو اكزامن لان ما بنقدرش قوي نكومبير ما بين الاريا اللي فيها برايت ستريشنز واضحه والاريا اللي جنبها اللي فيها دارك زون لكن يوجوالي بنعتمد على ان احنا نكومبير ما بين التو ايز لو هي يونيلاترال جلوكوما فور اكزامبل او لو هي بايلاترال جلوكوما لكن في وان اي از بروجريسنج اكتر من العين الثانيه وي كود كومبير ما بين بوث ايز اما لو هي بايلاترال جلوكوما ويز ديفيوز ذات ان نفع باللي طبعا يبقى صعب شويه ان احنا نلقطها او ان احنا نكومنت عليها نفس الكلام very difficult to detect هنا مثلا for example واضح هنا الـ bright striations واضح ان الـ margins بتاعت الـ medium sized blood vessels blurry شوية on the other hand الناحية التانية ابتدى ما يبقاش فيه الـ striations ابتدت الدنيا تبقى dark شوية والـ pattern بتاع الـ striation بتاع عادتنا الـ fiber layer ابتدى يبقى lost وابتدت الـ margins بتاعت الـ blood vessels تبقى باينة أكتر This is diffuse loss في عادتنا الـ fiber layer نفس الكلام هنا الفرق باين ما بين هنا الـ bright striations الـ dark light dark striations بتاعت الـ retinal nerve fiber layer باينة أما على ناحية الـ right side مش شايفين خالص الـ striations أو almost lost يعني الحاجة اللي بعد كده هي اللامينا كريجوزا We look for a striated pattern at the lamina cribosa, white lines that are caused by the elongation of the pores of the lamina. This is a weak sign. اللي يهمني أكتر يمكن في وأنا بحاول أجزامن اللامينا كريجوزا أو بحاول أجزامن الأوبتيك ديسك إن أنا بص على الأوبتيك بيت لأن الأوبتيك بيت دي very strong indicator of progression بمعنى إن لو في patient أنا متابعه وما كانش عنده أوبتيك بيت وجيت في مرة بصيت عليه لقيت ابتدى يظهر أوبتيك بيت أو notching او الكلام ده كله this is a very very strong indicator ان the patient ده بيبروجرس القاعده الخامسه طبعا ان احنا بين look for an optic disc hemorrhage التريك في الاوبتيك ديسك هيمرج ان الاوبتيك ديسك هيمرج از يوجوالي ميست في الاكزامينشن وانا باسس الاوبتيك ديسك بتاع جلوكوماتس بيشنت especially وانا trying to assess the progression بتاع الديزيز عند البيشنت ده I have to look for the optic disc hemorrhage لو انا مش بدور عليه usually I miss it it is a very very important sign of progression sometimes the disc hemorrhage بيروح وبيسيب مكانه a notch او a nerve fiber layer defect او a deposit of pigment in this region it normally disappears after 2 to 6 months it is very strong indicator of glaucoma progression usually found in the infratemporal sector of the disc where they are twice as frequent as those located superiorly this distribution correlates with the distribution of the visual field effects which are found more often superior. ايه الباثوفيسيولوجي بتاعتها ولا يعني ايه بيحصل هيموريدج؟ انت اللي بتقول لي الموضوع ده. مش عارف. I don't know. I don't know بصراحة. 4 to 7% of eyes with glaucoma بيكون عندهم disc hemorrhage. Where frequency increases from early stages of glaucoma to medium advanced, we بعد كده بتبتدي تقل شوية towards the advanced glaucoma. يعني هي usually بتكون موجودة في ال intermediate stage. Diagnostic importance of disc hemorrhage is based on the very very high specificity, since they are only rarely found in normal eyes. They usually indicate the presence of glaucomatous optic nerve damage, even if the visual field is unremarkable. It suggests progression. It requires careful optic disc examination. Optic disc ممكن يبان ان هو normal خالص لكن لو دورنا ابتدينا ندور على الديسك هيمرج ممكن نبتدي نشوفه هنا باين الديسك هيمرج في الثلاث صور دول could be very easily missed يعني. هنا مثلا لأول وهلة كده ممكن نحس ان الديسك ده normal مفيش حاجة لكن هنا باين ان في optic disc hemorrhage وهنا برضه في optic disc hemorrhage very easily missed. Nasal cupping برضه is a very important sign. We should always look where the vessel is bending. The vessel is bending here almost in the margin of the disc. So we have to look at the deflection of the vessels, the bending of the vessels. All of the nasal region of the disc are cupped, indicating glaucomatous damage with progression of glaucoma. And notching, this is a very important sign when we examine the optic disc.
this is the extension upward or downward of the cup. يعني بقى في حتة irregular. This is different than a normal cupping أو ال أو cupping الطبيعي. Cupping الطبيعي ما بيبقاش في localized notching أو localized thinning for them. أما localized notching أو thinning ده, this is a sure sign of glaucomatous progression. يعني when I'm following up a patient, for one visit ابتدي الاقي ابتدى يحصل له very localized area of thinning for them. This is a sure sign that this patient is progressing. هنا في notch اهي. ويوزوالي طبعا لما بنلاقي النوتش بنبتدي ندور على data and data fiber layer loss adjacent للنوتش دي. هنا باينة طبعا الحتة دي darker ده عن الحتتين اللي جنبها. ومعاها برضو area of peripapillary atrophy. كل دي signs ان this patient عنده progressive glaucomatous damage. مهم جدا detecting the progression of glaucoma. Observing the rim width may provide an important indication of progression. هنا ده patient الفرق بين 10 years ابتدى يحصل له thinning في الريم, وفور ايتش 0.1 enlargement in the ratio, in the cup disc ratio, there is a loss of about 10% of the tissue of the optic nerve. ده طبعا generalized rim thinning. هنا برضو في progressive rim thinning, ده patient followed up على مدار 4 سنين, باين طبعا ان ابتدى يحصل له progressive thinning في الريم. وهنا لو نشوف حتة الـ area of site of bending of the blood vessel ابتدى يبقى shifted خالص لبره. الحاجة التانية طبعا في الـ patient ده مهمة في monitoring of progression, ان الـ localized retinal fiber layer defect هنا ابتدى يكبر ويبقى more defined, وديس طبعا a sure sign of progression of glaucoma. يعني طبعا من الحاجات الصعبه ان احنا نمونيتور البروجريشن بتاعها هي البيتا زون, لسبب بسيط ان البيتا زون اصلا difficult to identify. لكن هنا مثلا الصوره دي واضحه شويه, ده على مدار 5 سنين ابتدى يحصل enlargement للبيتا زون, ولو ركزنا قوي هنلاقي ان في اوبتيك ديسك هيمرج هنا موجود ما كانش موجود قبل كده. دي البيتا زون وده الاوبتيك ديسك هيمرج. طبعا برضه very easy to miss لو ما دورناش عليه. This is a sure sign ان this patient is progressing. That patient followed up على فترة قصيرة just 5 months ابتدى يحصل localized retinal net fiber layer loss associated with a notching ما كانوش موجودين قبل كده. ده localized retinal net fiber layer loss, dark area surrounded by 2 areas اللي الستريشنز فيهم باينة اوضح, وابتدى يظهر له نوتش في الـ في الاوبتيك ريم. البيشنت ده عنده ساين مهمه وهي النيزل كابينج وديفيوز ريم ثيننج which results in the enlargement of the cup and well noted and it's very well noted nasally. هنا باين ان ان النيزل ريم ابتدى يظهر خالص وابتدى يحصل له نيزل كابينج جامد which is a very important sign. في النهاية يعني أهمية المونيتورينج بتاع البروجريشن اوف جلوكوما, very important to monitor progression of glaucoma علشان 4 أو 5 حاجات بالنسبة لي أنا مهمين جدا. أول حاجة الجلوكوما suspects اللي كان دكتور سامي بيتكلم عليهم. كل يوم في الكلينيك بيجي لي patients ببقى in a debate, أنا مش عارف البيشنت ده glaucomatous ولا non glaucomatous. هو عنده شوية criteria من الجلوكوما لكن still مش fulfilling الثريشولد اللي يخليني اقدر اشخص ان ده جلوكومتوس, وانا ببقى محتار اذا البيشنت ده جلوكومتوس ولا نان جلوكومتوس. ممكن اقعد اسال نفسي, ممكن اقعد اخد راي الكوليجز, هسمع اراء مختلفه وناس هيقولوا جلوكومتوس ناس هيقولوا نان جلوكومتوس. الرد او السؤال الانسر للكويشن ده فيري سمبل. سمبلي احنا بقينا بناخد البيشنتس دول وبنحطهم في كاتيجوري اسمه جلوكوما ساسبكتس. احنا عندنا glaucomatous patients و non-glaucomatous patients, وابتدى يبقى فيه كاتيجوري كبير في النص اسمه glaucoma suspect. الglaucoma suspect ده هيفضل بالنسبة لي glaucoma suspect عشان اعرف اذا كان هو glaucomatous ولا لا. I simply monitor a progression. نعم.
لا لا لسه ده مش قسم ده ام دي او صغير جدا لا قسم هو غير قسم لا لا هو مش قسم فانا عايز الام دي او صغير بتاع الاسم طيب هتقول لك اوريك سريعا كده مش معلش انا اسف ايمن يبقى اذا المهم جدا تومانيت بروجريشن اوف جلوكوما في الجلوكوما ساسبكتس سمبلي لو ابتدى يحصل بروجريشن للجلوكوماتس دامج عند الكاتيجوري ده هنبتدي ننقل البيشنت ده من الكاتيجوري بتاع الساسبكت نحطه في الكاتيجوري بتاع ان هو جلوكوماتس. طيب لو ما بيحصلوش بروجريشن انا اعمل له كلوز مونيتورنج وبلوك فور بروجريشن وبلوك فور كل الساينز اللي احنا قلنا عليها ورغم كده ما بيحصلش بروجريشن وهو ستيشنري الدامج البسيط اللي عنده اللي مخليني مش قادر اقول ان هو جلوكوماتس ثابت زي ما هو مش بيزيد هل هننقله من الكاتيجوري بتاع السسبكت للكاتيجوري بتاع النون جلوكوماتس؟ لا القاعده بتقول ان وانس جلوكوما سسبكت اولويز جلوكوما سسبكت يعني ده هيفضل طول الوقت بالنسبه لي سسبكت وافضل طول الوقت عايز اعمل له كلوز مونيتورنج بعد له الانفستيجيشنز كل 6 شهور كل سنه بعمل له فيري كلوز فولو اب وفيري كلوز اسسمنت جاست تو ميك شور ان هو مش بيبروجريس ومش هينقل لل ده هو ده اللي هو جايبه مش جايبه ده اللي جايبه هو حسن بيقول انا عندي لا مش عايزه يرجع كويس شكرا الحاجه الثانيه اللي بتهمنا في مونيتورنج بروجريشن اوف جلوكوما هي الميديكال تريتمنت دلوقتي انا عندي بيشنت انا خلاص دايجنوزد ان هو جلوكوما ابتديت امشيه على ميديكال تريتمنت ابتدى الاي او بي وبقى كنترولد I'm happy بشوف البيشنت مره كل 3 شهور مره كل 6 شهور وبقيس له الانتراوكيولار بريشر وكل مره بيطلع الانتراوكيولار بريشر في الرينج اللي انا متخيل ان هو طبيعي 14 15 16 خلاص انا هابي وبمشي البيشنت وبجيبه تاني وانا مش واخد بالي ان البيشنت ده عمال يحصل له بروجريشن يبقى اذا مجرد ان انا بدي بيشنت ميديكال تريتمنت او بدي له قطرات والقطرات دي بتكنترول الانتراوكيولار بريشر في تخيلي انا ببقى متخيل ان الانتراوكيولار بريشر ده كفايه ده مش معناه ان البيشنت ده مش بيبروجريس ممكن ديسبايت وات سيمز تو بي ان اديكويت كنترول اوف الانتراوكيولار بريشر البيشنت برضه بروجريسنج برضه عنده الجلوكوماتس دامج بيبروجريس وبيزيد في الحاله دي يبقى الميديكال تريتمنت بتاعي مش كفايه لازم ازود لازم اد مور عطرات اكتر او ده يوصلني للنقطه المهمه بالنسبه لنا وهي السيرجيكال انترفنشن ان انا دلوقتي امتى باخد ديسيجن ان انا اعمل سيرجيكال انترفنشن للبيشنت وان الميديكال تريتمنت فيلد في البيشنت ده سيمبلي اف ذا بيشنت از بروجريسنج ديسبايت ماكسيمم توليريتد ميديكال تريتمنت يعني لو انا دلوقتي عندي بيشنت وانا ماشيه على الفول ميديكال تريتمنت اقصى حاجه هو ممكن يتوليريت واقصى حاجه افيلبل ورغم كده البيشنت بيبروجريس بغض النظر عن الانتراوكيولار بريشر بتاعه ده معناه ان هو الميديكال تريتمنت مش سفيشنت بالنسبه له وانا لازم ابتدي ادور على سيرجيكال انترفنشن طيب لو البيشنت ماشي على ميديكال تريتمنت والبريشر بوردر لاين او عالي شويه لكن انا مراقب البيشنت واعمل له فولو اب كلوز فولو اب وبدور على ساينز اوف بروجريشن ومش شايف اي ساينز اوف بروجريشن This is an indicator ان انا مش محتاج اعمل surgical intervention للبيشنت ده والفكره كلها من التريتمنت اوف جلوكوما هو ان احنا نعمل هولتنج او نعمل ستوب للبروجريشن بتاع جلوكوماتس دامج فلو البيشنت ايفن لو يعني لو انا شايف ان انت اوكي البيشنت بتاعه الكنترول مش ادكويت قوي لكن رغم كده انا مش شايف ان البيشنت بيحصل له بروجريشن يبقى ما عنديش اي انديكيشن ان انا اعمل له surgical intervention as long as ان انا اعمل له close follow up وما بيحصلوش بروجريشن الكلام ده كله بيوصلنا لان الهدف من الكلام ده كله ان احنا نمينيمايز البروجريسيف دامج او الجلوكوماتس اوبتيك نيرف دامج وذيس ليدز تو بروفايدنج ذا بيشنت وذ ا بيتر كواليتي اوف لايف شكرا